أهلا بكم. البداية مع العناوين: لبنان يخسر فادي إبراهيم، الموت يخطف الممثل الكبير في عز العطاء. نيران العدو تطال بعل بك وصور، ومصدر حزبي للأو تي في: الحرب لن تتوسع. غالنت يفصل هدنة غزة عن الجنوب، ومصادر دبلوماسية تعلق: أهملوه. كتلة الاعتدال تواصل لقاءاتها، وتشكيك بقدرة المبادرة على النجاح. وإن صرنا ينطلق عند 9:30، والموضوع الأول: حدود المواجهة. أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب، وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك، وتنقلها مباشرة صوت المدى. في وقت يملأ أفرقاء الداخل الوقت الضائع حتى التسوية الموعودة بحراك رئاسي من المرجح ألا يوصل إلى نتيجة في وقت قريب، تبقى جبهة الجنوب بالهم الوطني الأول. ففيما مصير الهدنة في غزة غير محسوم على الرغم الإيجابيات المعلنة ولا سيما من الجانب الأمريكي، وفي وقت توسع العدوان في اتجاه صور وبعل بك، برز في الساعات الأخيرة تكرار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت موقفه الداعي إلى فك الارتباط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان، مهددا بتكثيف إطلاق النار في الشمال ولو أبرمت هدنة في غزة، حتى انسحاب حزب الله من الحدود وعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم في الشمال على حد تعبيره. وفي تعليق على التصريح المستجد لوزير الدفاع الإسرائيلي، جزم مصدر حزبي في 8 آذار عبر الأو تي في بأن كل الأجواء تشير إلى عدم توسع الحرب على لبنان بالرغم من تهويلات العدو، كاشفا أن لبنان تلقى رسائل من الجانب البريطاني والفرنسي كما من اليونيفل مفادها حرفيا: أهمل ما يقوله غالنت. أما على الخط الرئاسي وفيما تواصل كتلة الاعتدال لقاءاتها التي تصفها بالإيجابية، لم يبدي المصدر الحزبي عينه تفاؤله باحتمال وصول المبادرة إلى مكان، معربا عن اقتناعه بأن الأمور لا تزال تراوح. وعن دور اللجنة الخماسية، اعتبر المصدر أن الكلمة الفصل هي في اللجنة هي للجانب الأمريكي، واعتبر أن كل الحلول متوقفة على وقف النار في غزة حتى يفتح باب الحل في لبنان. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يعلق في برنامج حوار اليوم عبر الأو تي في على التطور الخطير باستهداف بعل بك اليوم، ويكشف أجواء عين التيني والرئيس بري من مبادرة تكتل الاعتدال الوطني. هذا يؤكد نوايا هذا العدو بتوسيع عدوانه وجر الاقليم، كل الاقليم، الى ما هو اوسع واشمل. طبعا الامور مفتوحه على كل الاحتمالات. المقاومه تتعاطى حتى اللحظه بعقلانيه وبحكمه، ولكن من ضمن قواعد الرد والردع لهذا العدو. وطبعا اي تطور تحكمه المتغيرات الميدانيه. قد ايه دقه الاجواء انه الرئيس بري قال اسير بما يطرحه تكتل الاعتدال؟ يعني اذا هيك الامور رايحه وكل الاحزاب عم بترحب مثل ما سمعنا، يعني تلقائيا رح نكون امام تحديد موعد لجلسه قريبه من قبل الرئيس بري. شو جو الرئيس بري من هذه المبادره؟ الجلسه لن يكون هناك جلسه لمجرد جلسه، اي جلسه ستكون مستنده الى قواعد واضحه ومن الممكن أن يتم الاستناد عليها لتكون الجلسة منتجة. نعم، بتقول مبادرة تكتل الاعتدال لن تصل إلى نتيجة. لا أبدا، نحن نقول نحن نعول ونحن إيجابيون، التعاطي إيجابي مع أي مبادرة. رئيس بري وافق على آلية اللي عم تطرحها، يطرحها تكتل الاعتدال. طبعا لا مشكلة أبدا، لا مشكلة. أي إمكانية لضرورة الوصول الى انهاء حاله الثغور رئيس بري معه. شوف نحن لحد الان بعد التكتل لم يدعو الى هذا اللقاء او هذه الجلسه او هذا الاجتماع، سميه ما شئت. نعم. يعني هي لن تكون جلسه، يعني هي ستكون لقاء تشاور.
صح. في طيب البداية. ممكن تتخلوا عفا إذن عن مرشحكم رئيس تيار مرادة سليمان فرنجية بهذه الجلسة؟ هذا الموضوع صادق يا البحث، عندما نصل إلى المواضيع التي ستطرح ينصل إلى المبدأ بالأساس، وإلى هذا اللقاء وما سيطرح من خلاله، وعلى أساس كل فريق يترك رأيه وأفكاره وما لديه. جولة كتلة الاعتدال الوطني مستمرة، وإيجابية المبادرة محط كلام الكتل، في حين عبر مصدر حزبي في 8 أذار للأو تي في عن اعتقاده بأنها لن توصل إلى نتيجة. لا تزال كتلة الاعتدال الوطني تجول على النواب والكتل لطرح مبادرتها الرئاسية القائمة على التشاور أولا بين النواب، وصولا إلى عقد جلسة انتخابية مفتوحة تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وجولة اليوم بحسب مصادر الكتلة اتسمت بالإيجابية أيضا على أمل ترجمتها على أرض المجلس النيابي بانتخاب رئيس للجمهورية بعد إتمام كل اللقاءات المحددة بمواعيد وغير المحددة بعد من الاشتراكي الثلاثاء وقيادات روحية منها البطريرك الماروني، وصولا إلى زيارة حزب الله. لقاءات اليوم مع عدد من نواب التغيير والمستقلين كما مع كتلة التجدد جاءت بانطباع مشابه نوعا ما على إيجابية المبادرة بنقاطها واعتبارها فرصة جدية لخرق الفراغ والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، بالإضافة إلى تثمين كتلة التجدد لحراك اللجنة الخماسية. نعتبر ككتلة التجدد أن هذه المبادرة تعيد الاعتبار للدستور وتشكل منطلقا حقيقيا للخروج من الأزمة، لا سيما وأنها تتزامن مع عمل ومسعى اللجنة الخماسية لتحقيق تطلعات اللبنانيين في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اليوم قبل الغد، ما سيؤدي في حال النجاح بانتخاب رئيس للجمهورية وإلى استعادة الانتظام للمؤسسات وفتح الباب لمعالجة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان على كل الصعد جراء ارتفاع خطر توسع الحرب بفعل اختطاف القرار السيادي، كما سيؤدي إلى البدء بمواجهة جدية للانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والفساد المستشري والعدالة الغائبة. مبادرة الاعتدال التي يرى فيها البعض فرصة لإحداث تغيير ما في المشهد الرئاسي لا يوافق عليها مصدر حزبي في 8 أذار الذي عبر عن اعتقاده بأن حركة الاعتدال لن توصل إلى نتيجة لأن الأمور لا تزال هي، فلا تقدم أبدا على صعيد الملف الرئاسي والأمور لا تزال تراوح مكانها. المصدر انطلق من أن الكلمة الفصل في اللجنة الخماسية التي تتخبط فيما بينها هي للأمريكي، وهذا ما تم إبلاغه للمعنيين وفي طليعتهم حزب الله عبر مفادين أو كلام غير مباشر، إذ بحسب المصدر فبعدما دفع القطريون باسم المدير العام للأمن العام بالإنابة لواء الياس البيسري، جاء الفرنسيون برسالة إلى الحزب بأنهم أكثر المعنيين بالملف وليس قطر، فقدمت باريس الورقة الرئاسية الشهيرة، فأعطى الأمريكيون إشارة غير مباشرة ولكن واضحة تماما أنهم يملكون الكلمة الفصل. وعلى هذا الأساس يبدو أن وجهات النظر واحدة بين الحزب والأمريكي، والتي يعكسها الموفد آموس هوكستين من أن لا حديث بالملف الرئاسي قبل انتهاء العدوان على غزة. هذا ورأى المصدر الحزبي في 8 أذار أنه يمكن لأحد الاحتمالات إذا حصلت تسوية أن تكون رئاسة الجمهورية وإعادة أعمار الجنوب في مقابل عودة المستوطنين إلى شمال إسرائيل، مؤكدا أن هذا احتمال فقط ولا كلام مباشر أو رسمي بهذا الخصوص. مهلة أذار ساقطة حتما في أسرار اليوم. يجزم مصدر مطلع بأن مهلة أذار الرئاسية ساقطة حتما ولا تعد كون تحليلات متسرعة وفي غير محلها. أثير الضجة على مواقع التواصل حول تسجيل قيل إنه غير منشور للرئيس الشهيد رفيق الحريري ليتبين أن الصوت لا يشبه صوته وهو مركب وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي. يحضر التيار الوطني الحر لمؤتمر كبير بذكرى 14 أذار يتضمن أكثر من نشاط من ضمن العشاء التمويل السنوي إلى جانب مواقف سياسية للنائب جبران باسيل. رصاصة في قلب معروف سعد في تاريخ اليوم.
أن غالبية المؤرخين يربطون اندلاع الحرب اللبنانية بيوم 13 نيسان 1975، إلا أن تاريخاً آخر هو 26 شباط 1975 شكل مقدمة دموية للآتي الأعظم. ففي ذلك اليوم وأثناء مشاركته في تظاهرة لصيادي الأسماك في صيدا ضد تشريع الدولة لاحتكار شركة مملوكة من الرئيس كميل شمعون لصيد السمك على طول الساحل اللبناني، تعرض نائب صيدا المتعاطف مع القضية الفلسطينية معروف سعد لإطلاق نار فأصيب في قلبه، ليستشهد في 6 أذار من العام نفسه متأثرا بجروحه. أما الاتهامات اللي انطلقت فورا ضد الجيش اللبناني فقبلتها أخرى للمسلحين الفلسطينيين وغيرها لإسرائيل ولطابور خامس، لتبقى الحقيقة الكاملة غائبة كما في غالبية الجرائم السياسية في لبنان. نظم أهالي بلدة بدني المسيرة احتجاجية حاشدة استنكارا للقتل المتعمد والسرقات، وكان آخرها ابن بلدتهم علي سعدون الحاج سليمان الذي قضى في عملية قتل متعمد في 19 شباط من قبل مسلحين مجهولين. تقدم المسيرة حملت الصور والأكاليل والورود البيضاء، وانتهت المسيرة إلى مكان عمل المغدور بوضع أكاليل الورود البيضاء في المكان الذي حصلت فيه الجريمة. بذلت البلدة كل مجهوداتها لا رقب الصدع ووقت الفتنة وحقن الدماء، وعملت كل شيء ممكن ينعمل، ما مشي الحال، اجوا مارسوا هذا السلوك الذي لا يمت لا للمفاهيم العشائرية بمعنى القيم والرجولة والصح بصلة، ولا يمت طبعا للقانون بصلة، سلوك إجرامي بحت. نحن تقدمنا بدعوة وأحيلت أمام فرع المعلومات، نهيب بالدولة بأشد العبارات، سلطة قضائية وأجهزة أمنية، هذه العصابة معروفة بالاسم، على وسائل التواصل الاجتماعي عم بيهللوا بالسقر ويباركوا ويهددوا آخرين، وهذا كله نحن وصلناه للأجهزة الأمنية المختصة، معروفين بالاسم، معروفين بأرقام التليفونات، معروفين بأماكن تواجدهم. مطلوب من الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لا تنطر ولا تسمع لا اتصالات ولا غطاء، إذا في غطاء هيدي عصابة مجرمة. مطلوب بفاعلية عالية وبشكل سريع جدا ضبط هذه العصابة والاقتصاص منا وفقا لأحكام القانون. هذا الموضوع يحمي هذه المنطقة قاسية الطباع من أفعال وردود أفعال متبادلة. فاصل أول ونعود. من الأو تي في نواصل نشر أخبار الرياضة مع إلي نصار. أحرز فريق ماريوسي في بيت الكيكو لقب بطولة لبنان لفرق أرجيل للدرجة الثانية بالبينبون بعد فوزه بالمباراة النهائية على فريق برايقع بطل محافظة النبطية 3-0، لا يطلع مباشرة لمصاف أندية الدرجة الأولى، بينما يتعين على برايقع لعب مباراة فاصلة مع صاحب المركز 11 ببطولة لبنان لفرق الدرجة الأولى ليأمن انتقاله. بطريقه للنهائي بيت الكيكو ربح على بعبد الرياض 3-1، على راس مسقط 3-0، وعلى الشباب حوش الأمرة 3-0، بينما ربح برايقع على الإرشاد شحيم 3-1، على الرياضي السرفاند 3-0، وعلى 1875 الرياضي 3-0. بنص النهائي بيت الكيكو ربح على 1875 3-1 وبرايقع على الرياضي بعبدة 3-1، وحل فريق 1875 التابع لجامعة القديس يوسف بالمركز الثالث بفوزه على الرياضي بعبدة 3-1، الإرشاد شحيم خامس بفوزه على راس مسقى، والسرفان سابع بفوزه على الشباب حوش الأمرة. مثل بيت الكيكو اللاعبين مروان مرشي، إلي عون، جان بول سميحة، بينما مثل برايقع علاء فحص، محمد فحص، وعباس فحص. وكانت منافسات الدرجة الثانية ضمت 114 نادي من كل المحافظات، انتقل منها للأدوار النهائية الفرق الثمانية المذكورة تنافست على طاولات نادي مولاسال بإشراف رئيس اللجنة الفنية فادي أسيس ونائبه ربيع حيدر وأمين السر إلي رحباني ورئيس لجنة الحكام الدكتور كميل مرعب والحكم العام مصطفى الدقدوقي. وبالختام سلم الأمين العام للاتحاد الدكتور بيير هاني وعميد اللاعبين سمير مرشي وفادي أسيس الكأس والميداليات للاعبين.
توضحت صورة المنافسة على لقب بطولة لبنان بالفوتسال بين فريق توفير حامل اللقب الجيش اللبناني جونيور رياضي و 1875، وذلك بعد نتائج المرحلة الخامسة من سداسية الأوائل. على ملعب جامعة القديس يوسف بمنطقة المتحف خسر 1875 قدام ضيفه توفير 2-5 الشوط الأول 2-2، سجل ل 1875 علي سعادة وجاد عبد الله، بينما سجل لتوفير قاسم قوسان، علي ظاهر هدفين، حسن علامه وابراهيم علام. بقاعة مجمع الرئيس أمين لحود الرياضي العسكري ربح الجيش على معوض 5-3 الشوط الأول 2-0، سجلن للجيش محمد قبيسي 3 أهداف، أحمد قبيسي وعلي الأكومي، بينما سجل لمعوض أنطوان المزرعاني، ريكاردو إسبر وأنطونيو سلمكيري. بقاعة مدرسة سيدة الويزة بالزوق ربح جونيور رياضي على الحرية صيدا 8-4 الشوط الأول 5-2، سجل لجوني محسن منتظمي 3 أهداف، عيسى محرز، علي حمصي وعلي هاشم 3 أهداف، بينما سجل للحرية أحمد خالد وإبراهيم صقر وأمير قبرصي وأنيس خلف. وبترتيب فرق سداسية الأوائل توفير أول ب 23 نقطة، الجيش تاني 20 نقطة، جونيور رياضي 17 نقطة، الرياضي 1875 17 نقطة، الحرية صيدا 8 نقاط، ومعوض الرياضي 7 نقاط. أحوال الطقس مع بولين. مساء الخير. منطقة من الضغط الجوي المرتفع مسحوبة بكتل هوائية دافية عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبتستمر للأيام القادمة. جونا لبكرة غائم جزئيا ودرجات الحرارة عم تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 16 درجة، طرابلس 18، العاصمة بيروت 20، وصور 19 درجة. ننتقل لبعلبك 10، لقلوق 7، زحل 12، وجزين 14 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا تتراوح بين 55 و 70%. الرياح السطحية شمالية غربية سرعتها بين 38 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. خلينا نشوف سوا تفاصيل الأيام الجاية. لنهار الثلاثة جونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار متفرقة، أما درجات الحرارة فعم بتسجل أقصاها ساحلا 20 درجة. لنهار الأربعاء الخميس والجمعة جونا بتابع غائم جزئيا مع انخفاض بنسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة عم بتسجل تباعا لنهار الأربعاء 19 درجة، لنهار الخميس 20، أيضا لنهار الجمعة. هيدي كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. تصبحوا ألف خير. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر مواقع التواصل يوتيوب، إكس، فيسبوك، إنستغرام، وتيك توك. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.